الوليان وليانته الولد الوليان في معاقبة كل من المتهمين حسن عبد الغفار السيد عبد الجواد ومحمد السيد محمود عبد الرحمن عزاز باستثناء المؤدب عما اسم ذلك كل منهم ومعاقبة كل من المتهمين محمد طه احمد وهداد ومحمد سعد اللي هو السيد طه بالسجن المشدد لمدة 15 سنة عما أسند لكل منهم ساويا بيدير بمعاقبة كل من المتهمين وسامح إبراهيم علي عمر وعبد الرحيم مبروك الشام سعيد بالسجن المشدد لمدة بالسجن المؤقت عما أسند لكل منهم ثالثا بمصادرة الأشياء والأدوات المطلوبة رجاء أن تسلم جميع المتهمين بمصاريف الجناية.